ايش جاي تسوي؟ نغسل للمرة الجديدة بسلامة ان شاء الله. اه هذا مشتملك؟ ايه شنو تفتحه لو لا؟ ايه ها يعني يلا لولي عيدية يلا روح روح عيدية ها 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 هاي العيدية يلا خلي حبايبي شوفين قعدت كل الهنا كل الهنا كل الهنا حبايبي بعد روحي يلا كل عام وانتم بخير ينعاد عليكم بصحة وسلامة وتحقيق الأماني يا رب إن شاء الله العيد القادم أفضل وأحسن حال اللي تريد بيت بوحتها إن شاء الله العيد القادم تعيد وحتها ببيتها واللي تريد معدل عالي ربي إن شاء الله يوفقها ويطلع لها المعدل العالي وإن شاء الله تحقيق الأمان كلها كل وحدة شيء ببالها ربي يحققها لها. مساء الخير مساء السعادة مساء الجمال مساء الهنا شلون شن بنات شو أخبار شن رجعت شن فيديو جديد وأتمنى هذا الفيديو يعجب شن طبعا بنات أنا ما قدرت أصور هواية ما عرفت اصور هواي اصلا وتعبانين وسهرانين واشكال والوان صارت بينا بيوم العيد فهذا البنات هذا ثاني يوم العيد اول يوم العيد رحت عايدت عيالي ورجعت العصر وقلنا ثاني يوم العيد انا وخواتي نلتم يعني ونروح لاهلنا فمن رحت لاهلي ليلتها ما نمت ومش نامت ماكو قليل ساعة واحدة وقعدت فتغيرت نومتها من أيام رمضان فرحنا نعسانين كلش ما قلت شان دخلنا عليهم من الفجر مداهمة فهنا بنات ما تشوفون أبد ما اشتغلنا شي يعني شقل شان اشتغلنا أشياء قليلة كلش كل مرة هذا البيت انقلبه قلاب لأن كنا تعبانين وأصلا هو الشهر الفضيل هلكنا فإن شاء الله على الأيام الجاية أو نصادف روحة من الروحات ننظف البيت بنات كل الزين أدري طلبتوا من عندي تنظيف بيت أهلي وقلتوا ملاك سوينا فيديو طويل أو تنظيفات وهاي بنات ما قدرنا والله أول شيء جهال الطبو تطلع يعني إذا نغسل البيت ونغسل الهول ونغسل لون ذب ماي راح البيت بعد يتدمر بالزايد لأن تعرفون الأطفال الطبو تطلع فمجموعين كنا إحنا وإذا غسلنا فراشات يعني نفس الشيء إذا غسلنا أرضية المطبخ يعني نفس الشيء ما نقدر فالماي راح وين يطلع يطلع الماي قبل المن للطارمة الطارمة إحنا ما عندنا صبابة وصبابتها يعني بها رمل مو صبابة صبابة يعني مثل بيتي أنا بيت صبابة الطارمة من أغسلها ويلوحها ماي أجي أطب للبيت ما نتدمر فقلت لك يعني هنا البيت أهلي الصبابة مالتهم ماكولة فخطية يعني من نريد ننظف أو من نريد نغسل حتى من يبس البيت الداخل والأطفال الطببطين وترجع ترجع الطين فهنا بنات ما قدرنا والله نغسل أو قصرنا كل شيء هواية يعني قدرنا اللي نسوي غسلنا ماعين الغداء وتغدينا ألف الحمد لله والشكر لك يا رب والله ما صورت يعني بس أخوي صورانا هيك جمعة عائلية وهاية فما قدرت أصور أول شيء تعبانة وبعد تعرفون فهنا أختي قالت ملاك يلا تموقتي موعدت البنات تصورين إله الروتين يلا قومي حركي روحك ما قدرت بنات أتحرك أبد فهنا مثل ما تشوفون غسلنا معين الغداء وصبينا شاي نظفنا يعني نقدر علي يعني من فوق لفوق ما نظفنا تنظيف أبد لأن هذا التنظيف الزين يراد بنات إذا أريد أنظف أنا أم ملاك أو أختي أو أختي أو يعني كنا إحنا إذا أريد ننظف بنات نطلع معين المطبخ هاي كلها
ونطلع هاي الأدوات الكهربائية كلها لازم نطلعها، ونغسل المطبخ غسلة شكل كان بفلاش وقاصر وأشياء يلا يطلع لوجه. نحكي شيء هاي يعني ما قلت كان أنا هسا أريد أغسل المطبخ وينظف، لا مستحيل ما ينظف، إلا نطلع الأشياء هاي كلها لبرا ونغسل، ونغسل الحيطان وننزل المفرغة وننظف ونسوي يلا بعدين بنات ينظف ويطلع شكل المطبخ. فهنا مثل ما تشوفون أنا كنست الأرضية وراح أمسحها بنات بالشسمة. هنا أنا بنختي سولف وي أمه ويقول هي أمه بس لا عمي بس لا خالتي أطلع هاي سوالفنا باليوتيوب. قالت لا ما تطلع راح ولك تش عليك بيها هي راح تعرف تخفيها. اجت أمي قالت ملاك لها قالت بس لا هاي سوالفنا راح تطلع باليوتيوب. قلت يابو علي قلت وش بيكم انتم حتى والله ضجت قلت وش بيكم انتم اقول لكم انا راح اميل الصوت وانا اسجل تسجيل صوتي انا اسوي راح اخفي اصواتكم هاي كلها فانتم مالكم غرض. فهنا مثل ما تشوفون كنست الارضيه وخواتي عزلن يعني اللي قدرن عليه نظفن السينك نظفن المواعين عزلن الكاونتر المواعين اللي احنا تغدينا بيهن صفطنهن الحافظات هاي كلها صفطتها اختي الكبيره يعني عزلت كلش والله هوايه. انا بس مسحت الكاونتر ومسحت الارضيه مالت المطبخ يعني هاي الاقدر عليه بعد انا سويته او يعني بعد الواحد شويه شويه. المفروض بنات يعني الواحد بالمثل يوم ننظف المطبخ يوم ننظف البيت الداخل يوم بالمثل نغسل الأشياء يوم نعزل درج نعزل الغرف نعزل الاستقبال يعني ما يراد كله بيوم واحد. تعرفون يعني احنا بعد واحد ما يقدر بيت كامل كامل تتغسلينه كله بيوم واحد ما تقدرين تتمرضين التعبين انتي تعبانة احنا تعبانين من الشهر الفضيل يعني كلش هواي اشياء بنات المفروض الواحد يسويها والله نتباع لها وندري بيها هي يعني تستحق الغسل وهاي بس ما قدرنا نسويها. يعني يوم بالمثل ننظف الهول والحمامات تنظيف كلش كون مات كلش. فهنا بنات ادعوا لأخوي إن شاء الله يلقى له بنت الحلال وبعد تبقى هي بالبيت تعزل شوية شوية بعد بيتها هو هذا تنظف شوية شوية بعد إذا إيد موجودة بالبيت ودائما تنظيف البيت بنات يصير نظيف. أهل الحلال هذا الخبيز حلوة جمعاتنا من نجتمع والله كلش حلوة يعني ندردش نسولف نشتغل رغم ان احنا تعبانين وهاي فحلوة بنات ضحك سالفة منا يعني كلش حلوة والله الجمعة عد الاهل. كتبولي بالتعليقات وين رحتوا وشنو سويتوا اول يوم ترحون تعايدون عيالكم لو اهلكم. احنا من طابع خواتي واحنا يعني من طبعنا احنا اول يوم نعايد العيال مالتنا وثاني يوم نروح لأهلنا. فخطية الوالد أول يوم انتظرنا ماكو شاف أنا ماكو رجاني للبيت سلمت علي والله وهاي ثاني يوم إحنا رحنا لهم بعد هم لازم أشوف خواتي والله قلت إذا ما أشوف أنهن هسه بعد ما أقدر لأن بعد مناكو غاد امتحانات وتعرفون الأوضاع بعد إحنا مالتنا وخاصة الأم إذا عتها مراحل منتهية أو عتها بالمتوسطة أو يعني بالإعدادية أرحم الابتدائية. إذا أنت عندك طفل بالابتدائية والله أرحم من الإعدادية. قبل كنت أقول نكون بنات يعني يصيرن بالإعدادية أو بالمتوسطة وأرتاح بنات طلع العكس. أو قبل كنت أقول بنات إذا كبرن أنا راح أرتاح لا والله أبد ماكو راحة. كل ما يكبر الأطفال كل ما تكبر كل ما تزيد المسؤولية عليك وكل ما يعني بعد ما تقدرين تتيهينهم ما تقدرين تطلعين وتعوفينهم ما تقدرين بالمثل ترحين الأهل وتباتين وهن وحتين أو أطفالك حتى لو ولد أو بنات ما تقدرين تتقيدين. أول شيء مدارس امتحانات مصيرهم هذا يعني مراحل ذا مراحل منتهية بعد هاي مصيرهم. فهنا مثل ما تشوفون طلعت المكناس الكهربائية لبنتي قلت ماما قومي كنسي الهول ونظفي وأنا صعدت هنا لأخوي أشوف أنا جاي سو ما قلت شن هذا الدرج صاير سنتين أنا بنات ما صاعد الدرج وما شايفة المشتمل هذا الفوق جاي تسوي نغسل للمرة الجديدة بسلامة إن شاء الله. هذا مشتملك؟ إيه شنو تفتح له لا؟ إيه ها.
هنا طبعا بنات استأذنت منه وقلت له افتح غرفتك، قال عادي فتحيها. فصورتها تصوير كامل، ومن خلصت قال لا اخويا ما اريدش تطلعينها باليوتيوب، يعني خصوصيته هاي. قلت له ان شاء الله، يعني انا صورتها وبقى الفيديو لين ما يريد هو يقول لي، يقول لي نشري الفيديو راح انشرنا. صورت المجتمل مالته مثل ما تشوفون، وان شاء الله يلقى له بنت الحلال وربي يسعده ويوفقه، وان شاء الله يرتاح بحياته، لان هو خطيه تعب كلش هواي رغم ما هو صغير بالعمر. وبعد قسمته من الحياة هاي. من فتحت المجتمع البنات، هذا المجتمع إنه بي ذكريات كلش هواية، ذكريات مؤلمة كلش مؤلمة. هذا المجتمع أنا لو بيدي أحط عليه نفط وأحرقه، أحرقه. أول شيء هذا المجتمع كان يعني هذا المجتمع عندنا به ذكريات كلش كلش مؤلمة، ما أقدر أصعد له أو ما أقدر، يعني قلنا بلكت نفرح بأخوي هذا، وبعد يلا الحمد لله والشكر ربي ما قاسم لنا الفرح وما قاسم المجتمع هذا يصير به، يعني مثل ما نقول إحنا شمعة وينور، أبد ما يصير به سعادة نهائيا. هذا المجتمع إحنا ما نحبه أبد نهائيا. فصورت غرفته ومن ردت تنزل قال لا ما اريدش تطلعينه باليوتيوب، يعني هو ضحك بالبداية وسولف ويانا وهاي وهاي اول مرة انا اصعد، وقلت له راح اصورنها، قال اعادة صوريها. تقريبا من سنة 2020 نهايتها. بعد احنا بنات ما صعدنا، وهسه احنا بسنة 2024، شوفوا كم سنة احنا تاركين هذا المجتمع نهائيا. انا ما صاعده بايه من الدرج. فذكرياتنا مؤلمه، يعني ما حبنا، انا ما احبه ابد. حتى من صورته حسيت بغصه وحسيت يعني باكتئاب، اجاني اكتئاب من فتحت باب غرفته. فهنا أنا مثل ما تشوفون هاي بنتي جاي تنظف بالهول، وقلت لكم بنات ان شاء الله روحها من الروحات، يعني نظف هول روحه من الروحات ان شاء الله. اذا الله هداه هو دائما قبل كان ينظف فيانا اخوي، لان هو وحيد بعد، كان دائما قبل كان ينظف فيانا، بس هسه بحكم عنده شغل يجي تعبان ينام ما يلحق. فان شاء الله على ليله من الليالي او يوم من الايام يعني نقنعه انه هو يساعدنا نطلع الغراض مالت المطبخ كلها لبرا، ونتفق انا وخواتي بالمثل نجي بالليل نجي ننظف ونرجع بليلتنا بالمثل لبيتنا. فيعني هذا الاقتراح انا اقترحه هسه، اخواتي اكيد جاي يسمعني، وام همية ابشرشن ام انضمت وياي لقناتي عرفت بقناتي. فبيت اخويا جاي تقلب بالموبايل وقالت لها بيبي بيبي، قلت هاي قناة عمتي. فبيبيتها انصدمت خطية. فهنا انا اول شي ضجت، قلت ليش هسه هي ليش قلت لها وهاي، بعدين قنعت نفسي انه العالم كلها لازم تدري. فيلا الحمد لله والشكر، هسه أم أكيد راح تباوع عنه أو تشوف الفيديو مالتها أو هاي. أتمنى فيديو اليوم يعجبها، وأتمنى كلامي يعجبها، وإذا كلامي بي غلط أو فتشي أو دخلت بخصوصية أو هاي أكيد راح أحفه الفيديو، ما راح أخليه باليوتيوب. فهنا بنات مثل ما تشوفون قلت لكم اقتراحي أنا، انه حتى لو ما لحق ليله من الليالي انا واي وحده من خواتي ويانا اكيد اخوي نشجعه وهاي ننظف المطبخ، لان المطبخ بنات يستحق التنظيف مو ايد وحده، ولازم تطلع الغراض كلها لبرا. يعني يوم كون ننظف المطبخ بس ما نجيس اي شيء غيره، على مود شنو ما نشتت بالتنظيف، نعطي استحقاق المطبخ بس، على مود يعني يطلع وجهه. او يوم نخلي بالمثل نشيل الفرش الشتائي، نشيل الفرش الشتائي يعني هاي النظفة. فهنا مثل ما تشوفون هذا الخياط مالتي اللي طلبتوه من عندي، القطعة اللي اشتريتها أنا هذا الخياط مالتها. أو قلت لكم بناتي هم الله ساعدني اللي كنست الهول وكنست غرفة جتها، هم يراد لها تعزيل إن شاء الله، نعزل الملابس الشتائية مات بنت أخوي وماته، أو نشيل الفراش الشتائي ونفرش فراش صيفي ونغسل البيت. بس ما اوعدكن يعني هسه، لا ليله من الليالي، يعني نقول احنا الايام الجايه كلش هواي، ورب ان شاء الله يعطينا الصحه والعافيه ويطول بعمرهم ويخليهم خيمه فوق روسنا او سند لنا بالحياه، ما
نتحمل بعد احنا مآسي اكثر من اللي تحملناه ونحنا اطفال. فهنا بنات مثل ما تشوفون هاي بنتي الثانية لزمت غرفة بيبيتها، واختي الكبيرة انطتني يعني هاي الفراشات، هي اختي الكبيرة كانت بايتعتهم فانطتني الفراشات ونضدناهن. وهنا عمتي اجت الابوية تسلم علي، وابوي تصور، وهنا ما اقلت شن ابوي قال صوروني خاف يجي يوم تبقى ذكرى لكم، والصور راح تبقى ان شاء الله. اقول له ربي يطول بعمرك ويخليك خيمه فوق روسنا انت وامي واخواني وخواتي. وهنا انا بنات خلص هذا يومنا، وقلت لك ما صورت هوايه قصرت والله بس تعبانه وهاي. وهنا انا بنات هذا الفستان اللي ينطلب من عندي، قلت لهم ملاك صوروه تلقونه عند يعني قناتي الثانيه مالت الخياطه اسمها خياطه لؤلؤه الناصريه. نزلت بنات طريقه الفصال ونزلت كلش هوايه شرح بي للمبتدئات، يعني اتمنى الشرح مالتي يكون واضح لكم، واتمنى فيديو اليوم عجبكم، واتمنى كانت خفيفه ظل عليكم وما اخذت من وقتكم هوايه. ولا تنسون كتبوا لي من اي بلد او من اي محافظه عراقيه تابعتوا الفيديو وشفتوه، على مود ارحب بكم انا والبنات بالتعليقات. شكرا لكل بنيه انضمت لقناتي، وشكرا لكل بنيه شجعتني بكلام حلو، واتمنى تكتبوا لي كلام حلو واقترحوا لي ببيت اهلي ايش راح نسوي. تعرفون ايد وحدة ما تصفق، انا وحدي ما اقدر، وامي وحدها ما تقدر، خطية مرة تعبانة ومريضة وبعد 100,000 مرض بيها، خطية ربي شافيها ويعافيها، واخوي وحده ما يقدر. فان شاء الله نقوم كنا قومة وحدة، وان شاء الله تنورنا بنت الحلال وتصير هذا البيت بيته. وصلنا لنهاية الفيديو، مع الف الف سلامة، في امان الله.